بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض مادة الداتابيز، والنهارده ان شاء الله هنشتغل جزء عملي اللي هو الدي ام ال كومنت، ودي تالت كاتيجوري من الاوامر الخاصه بالاس كيو ال. دي ام ال يا جماعه احنا قلنا قبل كده اللي هي معناها Data Manipulation Language، لغه معالجه البيانات. يعني ايه بقى يا جماعه؟ هذه الاوامر في هذا الكوماند يا جماعه هي عباره عن ايه؟ هي عباره ان انا بتحكم او بادير الداتا في الداتابيز. يعني ايه برضو؟ يعني انا عايز اضيف، حلو، عايز احذف، عايز ابديت. خلاص، كل هذه الاوامر هي عباره عن managing data in database. تمام، عملية إدارة البيانات في قاعدة البيانات. مع العلم إن هذه الأوامر اللي هي دي ميل كوماند مش أوامر يا جماعة، يعني أوتو كوميتد. يعني إيه؟ يعني لازم تاخد تصريح إن هي نفذ لي هذا الأمر، يعني قابلة للتراجع. ممكن أضيف، أعدل، أحذف، خلاص، الحاجات دي كلها قابلة للتراجع، يعني it can be rolled back. طب واحد يقول لي مش فاهمك ازاي، يعني دلوقتي بضيف، يعني دي مش اضافة permanent؟ لا، لازم license من واحد اعلى منك يصدق على هذه الاضافة. واحد يقول لي مش فاهم، هقول لك سيادتك دلوقتي في موظف جه واستلم شغل النهاردة، وسيادتك بيدخل الداتا في الداتابيز. تمام، سيادتك عملت الامر وتمام ودخلت البيانات وسيفت في الجدول اللي قدامك. الموظف فعلا استلم شغل النهارده وتخزن في الداتابيز. الجدول ده لازم يروح لجهه اعلى منك اللي هو المانجر بتاعك، كويس، لازم يصدق عليه. هو ده بقى معنى ايه؟ معنى كلامي ان اوامر الدي ام ال مش بيرمننت، يعني مش سيادتك بتحطها وتسيفها وعلى طول بتروح في داتابيز الام تتسيف. لا، ده لازم واحد يشوفها، عشان هي اوامر يا جماعه خطيره، مش اوامر، يعني مش اوامر سهله كده تعدي. لا، ده بتغير في الداتا اللي في داتابيز، فلازم حد ادمن او اقوى منك او سوبرفايزر ليك يبدا يشوفها وتمام. تمام، طب مش تمام، لا، ارجع فيها واشوف ايه الغلط وابدا اعدل والحاجات ايه والحاجات دي كلها. اوكي، مديك مثال لهذا النوع يا جماعه. بيقول لك تويتر سيادتك النيو بوست في تويتر دي عباره عن سطر جديد او رو جديد في التيبل بتاع التويتس، بتاعت التويتات، كويس. وكل ما تضيف نيو تويت بينضاف نيو ريكورد للجدول المسؤول عن عرض الحاجات ديت. خلاص، طيب عايزين بقى ندخل نشوف ايه، او خدنا عنها مقدمه بما فيه الكفايه. خلاص، عايزين نشوف ايه الاوامر بتاعتها. اول امر عندي يا جماعه اسمه انسيرت. امر انسيرت يا جماعه يعني باين من اسمه هو used to insert data into a table، يعني مسؤول عن عملية إدخال البيانات في الجدول. خلاص، دلوقتي عندي جدول أهو، وجدول فاضي، يعني SID student ID والname والage، ده عناوين بس أو الهيدر بتاع الفيلدز اللي عندي في الجدول. فين الداتا؟ مفيش. خلاص، لا، أنا عايز بقى أبدأ أضيف داتا لهذا الجدول، يبقى على طول استخدم هذا الامر. اقول له ايه بقى؟ ركز معايا كده، اقول له insert into، ضيف الى، واقول اسم الجدول. اتفقنا اسم الجدول ايه؟ student، يبقى insert into student، ضيف لي الجدول اللي اسمه student values القيم، وافتح اقواس، وافتح ايه؟ اقواس، وحط يا عم الداتا زي ما سيادتك عايز، بس حطها بترتيب
الجدول، أعمدة الجدول من الشمال. يعني إيه؟ يعني هنا أول عمود SID، وهنا النيم، وهنا الإتش. سيادتك هتحط بعد افتح قوسين هتحط 101، ده الاي دي بتاع الستودنت. حلو. النيم هتحط ادم، والايدج هتحط 15. بين كل حقل والتاني او قيمه والتانيه هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي كوما. واحد يقول لي بس انا ملاحظ حاجه، 101 و15 انضافت على طول، ادم اتحط او اتحطت ما بين سنجل كوتيشن. ايوه، الجزء يعني اول الحاجه اللي هتحط بتوين سنجل كوتيشن هي الكاركترز. هي يا جماعه الايه؟ الكاركترز، من ضمنها النيم، ماشي، والتاريخ برضو، يعني اللي هي السترينج، اللي هي السلاسل النصيه، والديت، هم دول بس اللي هيتحطوا بتوين سنجل كوتيشن. طب فيما عدا ذلك هيتحط عادي خالص. يبقى اهو ضيف لي الى الجدول اللي اسمه ستودنت. ايه يا عم؟ values، القيم 101 دي بتاعت الاي دي، ادم ده النيم، 15 اتش ران يا عم. خلاص، بعد ما اضاف هذا السجل او هذا الريكورد للجدول، بقى شكل الجدول اهو يا جماعه. بدل ما كان فاضي، لا، خد الاس اي دي 101 اهي، وخد النيم ادم اهوت، وخد الاتش كام؟ 15. تمام كده. طيب احيانا بنحتاج نضيف قيم في اعمده مخصصه لها. يعني ايه؟ يعني انا في المثال اللي فات يا جماعه، بص، انا ضفت دلوقتي ايه؟ ضفت تلات قيم، 101 وادم و15 لتلات اعمده، اس اي دي والنيم والايدج، صح؟ وانا مش ممكن اضيف values لسبيسيفيك كولمز، يعني اضيف قيم لعمودين واسيب التالت، وارد ولا ايه؟ قال لك ينفع يا جماعه، قال لك we can use insert command to insert values for only some specific columns. يعني ايه؟ بص معايا المثال، باجي اقول له insert into student، ضيف لجدول student، خلاص بقى حفظناه خلاص، تمام؟ اوعى تنسى اسم الجدول. بص بقى هنا جديد بقى، هناك كان في ايه؟ values على طول، قال لك لا، insert into students، وبعد كده فاتح قوسين كده، لا ده انا هضيف في الحقل بتاع الاي دي والنيم. حدد انا هضيف فين. هناك في المثال اللي فات سابها ايه؟ سابها عايمه كده. ليه؟ لان هو انا هضيف في كل حاجه، هضيف في التلات اعمده. هنا بقى هو ايه؟ قال لك لا، انا هضيف في عمودين بس، الاي دي والنيم، عشان كده حددهم، قال الاي دي كوما والنيم. ضيف لي في جدول الستودنت في العمودين اللي هو الاي دي والنيم الفاليوز. ايه يا عم؟ 102 واليكس، 102 وايه؟ واليكس. طبعا بص كده، طبعا بص كده، وبعد ما ضفنا اهو، ده 101 ده الايه؟ السجل القديم. ادي 102، وادي مين؟ وادي اليكس. حلو. في الايدج مفيش. واحد يقول لي ايه ده؟ طب ما كده غلط. لا مش غلط ولا حاجه، انا حاليا ما اعرفش الايدج بتاعه، وبعد شويه بعد شويه هجيب بطاقته او هجيب السجل او وات ايفر هعمل ايه، واحط الايدج بتاعه براحتي. خلاص، مش لازم يا جماعه، مش لازم اكمل الريكورد كله، انا ممكن اضيف البيانات الاساسيه ايه بس. يعني اقدر عندي ريكورد فيه 20 عمود، حلو، وانا عارف منهم 10 و10 التانيين ما اعرفهمش. خلاص، اعمل انسيرت انتو اسم الجدول، واحط الحقول اللي انا عارفها والقيم بتاعتها بس. طب والباقي عادي في اي وقت تاني اكملها، وبنفس الايه؟ وبنفس الكيفيه. خلاص، هنا بقى يا جماعه هيخلق لي حاجه كده في الداتابيز اسمها null value. اسمها يا جماعه؟ اسمها null value. يعني ايه null value؟ null value يا جماعه يعني مكان ملوش قيمه. هتقول لي يعني ايه؟ اهو الاس اي دي 101 و102، صح، الستودنت نيم ادم واليكس، تمام، الايدج 15 ومفيش. اهي مفيش دي بقى يا اخوانا اسمها null value. null ايه؟ null. واحد يقول يعني صفر؟ يعني لا، null value مش صفر،
نال فاليو يعني امتي فاليو، خلاص، قيمة unknown value، قيمة غير معروفة، هيتحط مستقبلا، ممكن تصاب فاضية براحتها. واحد يقول لي ايه ده ايه ده ايه ده، يعني انا ممكن المثال اللي فات ده بتاع العمودين بس كده، ها العمودين بس كده، استخدم فيه نل، ها تعال نشوف كده، تعال نشوف ده اللي احنا ده زي ده بالظبط اهو، insert into student ID name values 102 واليكس، تمام، ده اللي احنا ايه خدناه ومتعرف عليه، حط لي في العمودين دول القيمتين دول، مفهوم. طب بص لي بقى، لو انا بقى مش عايز احدد الاعمده وعايز اقول values على طول واسيب الاخير ما احطوش قيمه، اعمل ايه؟ بص، insert into student، ضيف لجدول الستودنت values على طول اهو، ما حددتش الاي دي ولا النيم ولا الايدج، حلو. اضيف ايه يا عم؟ اضيف 102 واضيف اليكس واضيف نل. صح كده، انا فهمتك، يعني انت قصدك دلوقتي، انت دلوقتي ما حددتش الحقول ايه هي، لكن جيت في الخانه اللي انت مش عارف لها قيمه وش كده قلت له ايه؟ نل. صح، مليون في المية، صح مليون في المية كده، هياخد الايدج بالنسبة للريكورد 102، هياخدها ايه؟ هياخدها نل. اوكي يا جماعة، طيب insert default value to a column. default value يا جماعة هي عبارة ان انا بضيف قيمة افتراضية خلاص للعمود، بحيث لو لو انا ما حددهاش او لو انا ما اخترتهاش هو يكتبها يعني اوتوماتيكلي. يعني ايه برضو؟ بص على المثال هنا، في هذا المثال هقول له ايه؟ insert into student، ضف لي لجدول student values القيم 103 و كريس و ديفولت، ادي ال 103 وادي كريس النيم بتاعه، وادي الديفولت قال لي 14، جابها منين 14؟ بص بقى، وانا بعمل ديزاين للجداول يا جماعه، وانا بعمل ديزاين للجداول خلاص، في قيمه كده، وانا بكريت الجدول يقول لي الديفولت بتاعها كام. ما معنى الديفولت؟ الديفولت زي ما قلنا، لو اليوزر ما حطش قيمه معينه هو يحطها بدل منه، فهو وهو بيكريت الجدول ده يا جماعه، هو بيكريت هذا الجدول قال له الايدج الديفولت بتاعتها 14، انا اول ما اقول له ديفولت هنا هيكتبها 14 اوتوماتيكلي، خلاص كده يا جماعه. يبقى اذا نفس الحوار، نفس الحوار بتاع الديفولت هيحصل لو تم اعداد مسبقا قيمه لكولم او فيلد معين. طب احنا بص بقى، لو احنا بدل الكويري ده، بدل الجمله دي خلاص، عملنا الجمله دي خلاص، اقول له ايه؟ insert into student values 103 و كريس، وما جبتش سيره الايدج خالص، خلاص طالما الايدج يا جماعه واخد ديفولت فاليو، يبقى سواء قلت ديفولت او ما قلتش ديفولت هينزل القيمه بتاعه 14. خلاص اوكي يا جماعه، عرفنا يعني ايه ديفولت. ديفولت في كولن معناها ان هو هيحط لي قيمه افتراضيه. واحد يقول لي طب معلش برضو دي مثال واقعي، اقول لك يا ريس، وليكن في موظفين في شركة، حلو، وأساسيهم كلهم واحد، وليكن مثلا 2000 جنيه، حلو، فأنت بقى كل موظف هيجي تقعد تقول له الكولم ده ب2000 جنيه؟ لا، تقول له الكولم ده الديفولت بتاعه 2000 جنيه، فأنت من غير ما تحطها هو إيه؟ هيحطها لك. ها فهمت بقى المقصد؟ هو ده يا جماعة إيه؟ الديفولت فاليو. تمام، بننتقل للامر اللي بعد كده اللي هو امر ابديت.
او امر التحديث. مثال لامر جماعه الابديت في الريال وورلد، بيقول لك انت لما سيادتك تيجي تعمل بوست على الفيسبوك خلاص، واكتشفت ان في كلمه غلط ولا حاجه، بتعمل لها ايه؟ ها، اديت، بتعمل لها اديت للبوست ده خلاص، وبتعدل الكلمه الغلط وتكتب ايه الصح، وبعدين سيف. هو ده يا جماعه مثال للابديت. الابديت انت اوريدي عندك ها ديتا في الجدول، بس عايز تحدث منها او تغير فيها، بس هي اوريدي ايه موجوده. تمام. غير انسرت انتو. انسرت انتو يا جماعه انت ما عندكش حاجه، وسيادتك اللي ايه اللي بتضيف الديتا في الجدول خلاص. طيب بيتكتب ازاي هذا الامر؟ تدخل على المثال على طول. بص يا عم، تخيل ان انت عندك جدول احنا شغالين عليه النهارده، اللي هو اسمه student، وفي 3 fields: student id و name و age. حلو، نفس الايه المثال اللي فات. انا دلوقتي ركز بقى، انا دلوقتي عايز اعمل ايه بقى؟ احنا حطينا داتا في الجدول، بس جينا على الراجل اللي هو ايه، اللي هو الركورد بتاعه 102، اسمه اليكس، الايدج بتاعه كام؟ مش موجود. احنا بعد يوم او يومين عرفنا سن الراجل دوت، ها، نعمل انسرت انتو تاني لهذا الحقل او لهذا الريكورد؟ ها، لا، قالك لا، تعمل له ابديت، تعمل له تحديث. يعني ايه تحديث؟ عايزين بقى نحدث عن الريكورد ده ان احنا نضيف الايدج خلاص. نعملها ازاي؟ ركز معايا. هقول له ابديت ستودنت، حدث لي جدول اللي اسمه ستودنت. حلو، ست. يعني ايه ست؟ خلي، اجعل الايدج بيساوي 18. خلي لي الايدج اللي هو الحقل ده بيساوي 18. لو وقفنا هنا، لو وقفنا هنا يا جماعه، هيروح على كل الايدج بتاع كل الموظفين بتاع كل الطلاب، هيخليه 18 خلاص. فلازم اوقفه بشرط. اوقفه بشرط ازاي؟ اقول له وير حيث الستودنت اي دي بيساوي 102. انت هتروح بس تخلي الايدج ب 18 لمين؟ للستودنت اي دي اللي رقمه كام؟ 102. هيروح بس على هذا الريكورد. 101 ما تلزموش، 103 ما تلزموش، هروح على 102. قال يا عم 102 اهو، وادي اليكس، هو هيروح يعدل ايه الايدج، هيروح عامل كده كده 18. وادي الجدول بعد ايه التحديث، فعلا راح على السجل اللي هو اس اي دي 102، وضاف الايدج كام يا جماعه؟ ضاف له الفاليو 18. اوكي. طيب ده لو هضيف، ها، لو هضيف في كولم واحد او هعدل على كولم واحد خلاص. طب لو انا بقى هابديت يا جماعه مالتيبل كولمز، يعني هعدل على الكثير من الاعمده، هعمل ايه؟ نفس الحوار، نفس الحوار، تعال نشوف كده. يلا، ابديت ستودنت، عدل لي على جدول الستودنت. طب هعمل فيه ايه؟ ست، خلي النيم بيساوي ابي، خلي النيم بيساوي ابي، كما الايدج بيساوي 17، والايدج 17 لمين؟ ها، ما ينفعش ثبت كده، لو ثبت كده يا اخوانا هيخلي كل النيم وكل الايدج ابهي و17. وير الاس اي دي؟ ها، 103. يبقى هيروح فين؟ هيروح على 103، هيخلي النيم ابهي وهيخلي الايدج كام؟ 17 كده يا جماعه. وكان حاجه تانية، ها، اهو 103 كان كريس، كان الايدج بتاعه كام؟ 14. عملنا ايه؟ لا، ده بقى ما غيرتش حقل واحد او ما ابديتش حقل واحد، لا، ده انا ابديت حقلين، غيرت النيم وغيرت مين يا جماعه؟ الايدج، بدلاله مين؟ بدلاله الاي دي. واحد يقول لي يعني الجمله بتاعت وير اس اي دي 103 لو انا نسيتها؟ لو انت نسيتها يا ريس، زي ما قلنا قبل كده، هيروح على كل النيم وكل الايدج في الجدول، هيخليهم ابهي ويخليهم 17. لازم تفرمله. ايه الفرمله هنا؟
اللي هي جملة وير. هنا بقى بتحدد له هيروح على انهي ريكورد، ها هيغير فيه. هنا وير اس اي دي بيساوي كام؟ 103. هيروح بس على الريكورد اللي هو الاس اي دي 103، يعمل ايه؟ يغير في النيم ويغير فين؟ في الاتش. احيانا بستخدم الابديت، ابديت كوماند، احيانا بستخدمه حاجه اسمها انكريمنتنج انتجر فاليو. يعني ايه يا جماعه؟ يعني دلوقتي وليكن مثلا الايدج، ها الايدج كولمن بتاع الجدول اللي اسمه ستودنت، خلاص كل سنه، ها تمام، الانسان بيزيد عمره سنه، صح ولا لا؟ مش النهارده سيادتك كان عندك 20، السنه الجايه باذن الله 21، اللي بعدها 22، وهكذا. حلو، هقعد بقى انا كل سنه اغير في اعمار الناس كده؟ ها لو عندك مثلا 1000 موظف هتقعد بقى تعدي عليهم كده كل واحد تديله سنه؟ قال لك لا، في امر جميل قوي انت كل سنه هتعمله مره واحده. حلو، يعني كل سنه انت هتعمله مره واحده. ايه الامر ده؟ بص يا عم، ابديت ستودنت، ابديت ايه ستودنت؟ عدلي على جدول الستودنت. ست ايج، خلي الايج بيساوي ايج بلس 1 بس، يعني جمله سهله وبسيطه جدا. روح على جدول الستودنت خلي لي الايج بيساوي ايج بلس 1، يعني هيضيف واحد على كل ها الاعمار اللي موجوده فين في هذا الجدول. اوكي يا جماعه، واحد يقول لي ايه ده، خد بالك ده هيزود كله. ايوه انا اقصد هيزود كله. طب انت لو عايز يزود واحد بس هتقول له وير الاس اي دي بيساوي كذا، اللي الاي دي بتاعه هو كذا، هيزوده بس. لكن هنا يا جماعه ده الجنرال ابديت، هيروح على كل الفيلد اللي اسمه الايدج وهيزوده مقدار. ايه يا جماعه؟ وهيزوده مقدار واحد. عشان كده احنا قلنا ايه؟ انكريمنتنج. يعني ايه انكريمنتنج؟ بنعمل معدل زياده بمقدار معين بانتجر فاليو اللي هو هنا بلس ايه؟ بلس 1. ممكن احط مثلا بلس 5 لو انا هعد مثلا كل 5 سنين، واخد بالك؟ اوكي يا جماعه، تعالى بقى الامر الثالث من اوامر الدي ام ال، وهو الامر ديليت. احنا خدنا ها انسيرت انتو، وخدنا ابديت، وحاليا هناخد الامر ديليت. ديليت يا جماعه باين من اسمه، لو انا عايز احذف داتا فروم ا تيبل، لو انا عايز احذف داتا من الجدول. يعني ايه؟ بقول له مثلا ديليت فروم اسم الجدول. بس خلي بالك عشان ديليت دي خطيره قوي، ديليت دي خطيره قوي. ليه بقى؟ بص، لو سيادتك قلت هذا الامر اللي هو ديليت فروم تيبل نيم، دي معناها ايه؟ معناها احذف لي جميع البيانات اللي في الجدول، اول داتا. ركز، يعني انت في السطر ده اللي عمال تعمله انسيرت انتو بقالك شهر شهرين، خلاص ممكن في لحظه تغيره. عشان كده احنا قلنا اوامر الدي ام ال ها مش بيرمننت، مش دائمه، لازم واحد اكبر منك يصدق عليها، لازم ادمن يقول او لا. يبقى اوامر الحذف، اوامر الاضافه، اوامر التعديل، اوامر الحذف لازم يحصل فيها الايه؟ فيها الكلام ده. تخيل سيادتك كده واحد لسه متعين النهارده ودخل على السيستم يجرب، فراح جاي مجرب بالامر ديليت، شال كل الموظفين ومفيش رقابه عليه ومفيش ماجر عليه، يبقى كل الموظفين في الشركه وبياناتهم كل سنه طيب. خلاص؟ طيب، طب اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ لا ده انت ايه بقى؟ لازم تحدد بالظبط، لازم تحدد انت عايز تشيل ايه. يعني لما تيجي تقول له ديليت فروم ستودنت، دي زي ما اتفقنا النهايه بتديليت اول ريكوردز فروم ا تيبل، يعني بتشيل كل السجلات من الجدول. واحد يقول لي يعني بتشيل الجدول؟ لا، الجدول ستيل موجود، الجدول استراكشر بتاعه موجود، انت مكريته بالدي دي ال، انت مكريته بالدي دي ال. الدي ام ال بيشتغل على الداتا اللي في الجدول مش الاستراكشر، اتفقنا؟ فانت لما بتقول له ديليت فروم ستودنت، الجدول موجود بس فاضي،
ما فيهوش اي سجلات. لا طب انا عايز بقى، لا معلش انا عايز الطريقه ها اللي اشيل بيها اللي انا عايزه بس. اه هترجع الكلمه الجميله كلمه وير بشرط حيث. بص بقى، ديليت فروم ستودنت، شيلي من جدول الستودنت. لحد هنا هشيل كل حاجه. لا مش هينفع. اقول له ايه بقى؟ لا انا عايز حاجه معينه. اقول له وير الاس اي دي بيساوي 103 بشرط ان الاي دي بتاعه 103. هيعمل ايه؟ هيروح على السجل اللي هو 103 ده، اللي هو 103 ابهي 17، هيحذفه فقط. هيحذف السجل مش هيحذف الاي دي. هو بيقول لك ايه؟ احذف لي بيانات الراجل ده. دي معناها كده، احذف لي بيانات من جدول ستودنت، بيانات الراجل اللي هو الاي دي بتاعه 103. يبقى 103 واسمه والايدج هيروح. ادي الجدول اهو، بعد ايه؟ بعد هذا الامر، بعد ديليت. خلاص اهو، اتفضل 101 وتفضل ايه؟ وتفضل 102. فين يا عم 103 بالديتيلز بتاعته او بالريكورد بتاعه؟ خلاص راح. انت قلت له شيل هذا السجل، احذف هذا السجل بمعلوميه الاي دي. تمام. في بقى ناس دلوقتي هتقول لي طب ما احنا خدنا قبل كده امر اسمه ترانكيت، وكان برضو بيحذف الريكوردز اللي في الجدول، ودلوقتي حضرتك قلت لي في امر اسمه ديليت وبرضو بيحذف ها الريكوردز اللي في الجدول، ايه الفرق؟ الاتنين يا جماعه بيشتغلوا بنفس الكيفيه، ولكن في فرق بسيط جدا جدا. ايه هو بقى؟ بص يا عم، هنقولها بمثال عشان توصل دغري. سيادتك عندك تيبل في 10 صفوف، حلو، عندك جدول في 10 صفوف، حلو، وفي ده ديتا انت مليه بالديتا. خلاص، مره هستخدم ديليت ومره هستخدم ترانكيت. ديليت يا جماعه لما يحذف، هيحذف السجلات كلها اللي في ايه؟ في هذا الجدول. طب لما تيجي تكمل بعد كده، يعني انت عامل مثلا، انت عامل حقل يا جماعه اوتو انكريمنت. يعني ايه اوتو انكريمنت؟ يعني هو هيزود لوحده، واخد 1 2 3 4 5 لحد كام؟ لحد 10. انت هتيجي تحذف، هيحذف كل حاجه. لما تيجي تكمل تاني، هيعد 11 12 13 14 15. حلو. ده مين؟ ده ديليت. بعد ما تحذف وعايز تكمل تاني، هيكمل من اول 11 12 13. طب ترانكيت، ترانكيت هيحذف العشر ايه؟ صفوف اللي انت حاططهم. لكن الراجل عايز يكمل، عايز يحط داتا جديده، ها؟ هيعمل ري انيشياليزد. يعني ايه؟ يعني يعيد ترتيب الايه؟ السجل تاني. هيحط 1 2 3 4 5 6. يبقى يا جماعه فهمنا الفرق بين ديليت وترانكيت. الاثنين ها؟ الاثنين هيشيلوا السجلات او هيحذفوا السجلات اللي في الجدول. دي النقطه اللي هما بيتفقوا فيها. طب ايه الفرق يا ريس؟ الفرق ان ديليت هيشيل الداتا اللي في الجدول، ولكن مش هيكمل في التسلسل يعني ايه، او هيكمل في التسلسل الطبيعي. يعني انت سجل شلت 5 سجلات من ترتيب من 1 لحد 5، اللي جاي 6 7 8 9 10 مش هيعمل انيشيالايزنج ليه؟ للريكوردز. لكن الترانكيت بيشيلهم، بيبدا يعد ايه؟ من 1 2 3 4 5 كده يا جماعه.